اتيكيت بحلقة جديدة مع نادين ظاهر واتيكيت التكلم بلغات أجنبية. بونجور نادين. هاي كيفك سبا؟ هيدي مشهورة لللبنانية صراحة. اليوم بدنا نحكي على موضوع كتير قليل ما حدا كتير قليل انه حدا تطرق له، وهو وقتا نحن بنتحدث بأكثر من لغة بمحادثة معينة، والأشخاص اللي معنا ما عندهم زيت السكيل أو الأبيليتي، يعني هن مش كلهم مش كل العالم ملكين هذه اللغات، لأنه نحن كلبنانية وفي كتير كمان دول أخرى بتتكلم أكثر من لغة، مش كتير كتار، ولكن في كمان عندك غير يعني ثقافات اللي عندها أكثر من لغة تحكي او بتدخل كلمات، وعلى كل حال في كثير حتى لهجاتي كانت من نتاج لهذا التدخل بين هيدي اذا بدك هيدي يعني الثقافات، التزاوج بالثقافات. صحيح، التزاوج بالثقافات. ولكن نحن بلبنان عندنا ميزه لانه اجمالا الولد بيتعلم ثلاث لغات او على الاقل لغتين، وبنحكي بشكل طبيعي وتلقائي هذه اللغات. هيدي اول جزء رح نحكي عنها، وثاني جزء وقت اللي بيكون عندنا يلي هو اضافه حقيقه طبعا وغنى، ولكن اللي يجب الانتباه لكيفيه استعماله. وثاني جزء رح احكي فيه وقت اللي بيكون موجودين مع اشخاص ما بيحكوا الا لغه معينه، وكيف نترجم وكيف نجرب كمان نفهمهم، وشو بيكون وشو لازم يكون موقفنا اذا هن كانوا موجودين مع مجموعه ما بتتكلم الا العربي او العكس صحيح، لانه نحن كلياتنا وجدنا بكمان ثقافات او باماكن ما كنا بنحكي اللغه، ولكن في اشخاص ساعدونا على فهم هذه يعني هذه المحادثات، وقديش حدود انه نحن وقت بنكون عازمين اشخاص كمان ما بيحكوا الا لغه معينه، شو لازم نكون عم نعمل وشو لازم نتصرف. كثير في اسئله بهالموضوع نادين، انه كيف بدنا نتصرف اذا كلمه ما فهمناها. صحيح. كيف بدنا نتصرف او كيف الشخص بده يقول لنا انه عم بتزودوها، وفي ناس مثلا ما بيفهموا. بتصير معنا كثير على الهواء على فكره، انت عم تحكي عم بتذكر انه في كثير اوقات بيتصلوا المشاهدين وعلى الهواء بيطلبوا من ضيوف يعني انه ما يتكلموا كثير بلغات اجنبيه، بيكون في تكنيكال ووردز كلمات تقنيه مجبورين يقولوها، واوقات بيصير في شويه زياده وبتصير اوقات يعني مواقف بهالموضوع، بس كمان يعني مين اللي معه حق؟ اليوم مشاهد مثلا ثانكيو انه منيح يتلفن يقولها علنان. اوكي، هلا لحتى نكون كمان امنين، اذا كنا عم نحكي بين اشخاص قاعدين نحن سوا، كلنا نعرف انه بنحكي هذه اللغات بدون ما يكون في اي احراج، وشفنا في سلاسه بهذه المحادثة، يعني كلياتنا عم نفهم على كلنا، كيف بنعرف؟ بأنه الأشخاص عم بيتجاوبوا، يعني إذا أنا عم بحكيكي كلمات بالفرنسي بس في ناس ما بتعرف فرنسي، لازم تنتبهي إنه أنت هدول الأشخاص ما بيحكوا فرنسي، أو على الأقل الترجمة. أسرع طريقة لحتى نكون كثير واثقين إنه كل العالم عم تفهم، وقت اللي بتطلع معنا كلمة بلغة معينة نترجمها، أو الشخص آخر بيجي مثل ما نحن هلا بيصير معنا أمرار كثير، بكون أنا في خمس لغات براسي بمساقبي، فكثير أمرار بيطلع معي كلمات ما بقدر إلا إنها تجي بهيدي اللغة، ولكن الشخص المقابلي بيقدر إنه هو دغري يترجمها، وهيدا بيصير من إذا بدك صلاحيات ومن واجبات المذيع، يعني إذا كنا على الهواء، أما إذا كنا موجودين مع أشخاص وحدا ما بيحكي فرنسي، أنا بعرف إنه ما بيحكي فرنسي، بنقول شباب صبايا يا فرنس يا أنجلي يا عربي، ويستحسن إنه يكون بالعربي، أمرار في ناس أسهل لها إن هي تحكي بالإنجليزي خصوصاً إذا كان في أمور مهنية. ليه؟ لأنه ثلاث أرباعنا كمان تعلمنا بمدارس إذا بدك الكلمات التقنية، هي تعلمناها بالفرنسي يا تعلمناها بالإنجليزي، فلهذا السبب تطلع عنا هذه الكلمات بالفرنسي والإنجليزي.
أما إذا كنا على الهواء فيجب على الضيف أو على المذيع أنه يكونوا محضرين لأنه يترجموا. فكرة أنا عندي إياها صارت بالمجتمع كمان أوقات، وخصوصي لما بحس في شخص يمكن عمره شوي أكبر أو شيء، كثير بيضايقني هالموضوع أنه صحيح. شخص يكون قاعد وما عم يفهم كثير، فبقوله على العالي، يعني لأنه بصير حاسس حاله هو إكسبلي، بقول الكلمة على العالي لعله هالشخص اللي عم يحكي بلغة أجنبية ينتبه. صحيح. وفي شغلة أنه أمرار كثير في إذا بدك مصطلحات تقنية بيجرب، وأنا بشوف أنه بيجرب الشخص اللي عم يحكي عنه أنه هو يفسرها ولو ما إلى مصطلح. يعني أمر كتير إذا حتى قال لك بالمصطلح العربي ما كتير رح تفهمي، فهو بيجرب يقرب هذا المصطلح إلى أكثر شيء ممكن المشاهد يفهمه، لأنه المشاهد مجرد ما قال أنا بدي أسمع بليز ما حدا يحكي كتير بلغات مختلفة، فإذا هو مهتم، وأنا هيدا هو هدفي كمذيع أو كبرنامج أن يكونوا مهتمين. فلهالسبب كتير مهم على الأشخاص وقت اللي منحضر، وأنت بتعرفي أنت سيد العارفين أنه وقت اللي بنحضر الحلقات لازم يكونوا الأشخاص نقول لهم أنه يكونوا محضرين لو يستعملوا مصطلحات عربية، وفي كتير أشخاص بيكونوا جايبينها مكتوبة قدامهم لحتينا تسهل عليهم. هلأ إذا كان في مقابلة مع شخص ما بيتحدث إلا لغة معينة أو هو عنده صعوبة بالتكلم في العربي، فأنا يجب علي أن يكون بالترجمة مش الفورية، بالترجمة على الأقل بالجمل، يعني بنتره هو لا يحكي الفكرة ومن ثم، لأنه نحن الترجمة الفورية فقط في إذا بدك بريس شو بيقولوا صحافه، اي بالصحافه، يعني اذا كان حدا عم بيقول سبيتش عم بيقول خطاب كونفرنس بريس، اذا كان حدا عم بيعمل محاضره فهو انت مجبور يكون هيدي منوح هي منوح الموضوع بتغلطي بحياتك ما غلطت نجيب ما تشوفي ايه تشوفي انه امرار كثير بيكون في. هلا انا كمان عندي شغله انه وقت اللي بنسال على امور خاصه بالمهنه تبعيتي، طبعا مش بالاتيكيت بس انا كمان مدربه بغير اشياء، يعني أنا بشتغل على المهارات الشخصية اللي هي soft skills، فعندي executive presence، عندنا كذا شغلة هون مجبورة مجبور automatically دغري بيطلع عندي كلمات أو بيطلع عندي إذا بدك بيبقى عندي مصطلحات، أو حتى لأنه مدربة ونحن بنشوف بالأكاديمي بتبعيتنا دغري منجرب أنه نحكي بالعربي قد ما فينا، ولكن تلقائيا لأنه دربنا كتير كمان أشخاص كانوا بيتكلموا الإنجليزية أو الفرنسية، فهيدي أمور لازم ننتبه لها. عندي سؤال من الرجيم إذا سمحتك. كمان الأطباء الأمور نعم. الطبية قدي عن جد بدهم ترجم صح حقيقة، وقدي أوقات الحكمة والطاقم الطبي ما بياخذ هالموضوع بعين الاعتبار، وكأنه في هيك مثل كأنه ليفل أعلى، يعني هن من يعني هيدي شغلة كمان بتزعج كتير نادين من هيك وقت اللي بنكون عم نحضر. شوفي في كتير حكمة طبعا لأنه هن دماغ هن المصطلحات كتير واضحة بالنسبة لألون، فنحن اليوم وقت اللي ببلش الحكيم تنقول عم بيحكي على هيدا على أي شيء أو عم بيحكي على أي موضوع، دغري نحن منجرب بالتحضير نقول له يا ريت تحضر الكلمات أو تحضر المصطلحات على الأقل، مش ضروري مترجمة، بس لأرجع أقول لك أن في مصطلحات يعني مثلا داء الشقيقة أو المايجرين هيدا منقولها تنيناتهم دغري بشكل مثلا مبسط، في كتير كلمات كمان في كتير مصطلحات دغري هن اوتوماتيكلي لازم يترجموها، وبشكل انه يكون على المشاهد، لانه المشاهد منه صرح طبي نحن عم نحكي فيها لنكون كل المصطلحات طبيه، حتى فيما يختص امور تانية هلا ترجمه تبعيتها، يعني هلا انا رح اعطيكي مثل لايف كوتش مدرب حياة، يعني منها كتير واضحة بالضبط، يعني هيدي حتى هي الكونسبت أو المفهوم كله هو مفهوم غربي مفهوم يعني مفهوم جديد ومش يعني عم نجرب ينحكى فيه، أو حتى إذا بدك عم نحكي تنقول على الطاقة أو تتحكي على كل هيدول الأمور هي بعد مفاهيم كتير أجنبية كتير يعني هلأ وصلت من غير بلاد ونحن معنا بس غير مش كلمة لألا مرادف exactly. مش غلط أنه تنعرف بهيدي المصطلحات تبعيتها، ليه؟ لأنه هيدي المصطلحات هي بتدل على كلمات معينة. عندي اتصال. ألو ألو
الو بونجور. يا هلا تفضلي. رانيا. نعم. انا بشكرك. يا هلا. بشكرك لانه صار لي اسبوع بدي اتصل فيكم تقلكم اعملوا معروف. هو لغة واحدة، بعتذر على هالكلمة يعني انا عم بطلب. تحكوا لغة واحدة لأنه في كتير ناس ختيارية بتبقى قاعدة قدام البرنامج ما بتعرف إنجليزي، ما بتعرف فرنسي، بتعرف لغتها هي واحدة العربي. شو الاسم الكريم؟ أنا روز بيتار. بدي اشكرك انا كمان، وبس بدي اقول لك انه نحن عن جد بنعمل مجهود كثير كبير. صحيح. مع الضيوف، مع الاصدقاء اللي موجودين معنا بالاستوديو، ونحن كمان، وان شاء الله نقدر نكون اكثر بعد عم نعمل هالمجهود. بشكرك كثير لاتصالك ولمتابعتك ايضا. وانا مدام بيتار بدي اقول لك بنتشكر رحابه صدركم وقت اللي بنحكي كلمات اذا بدك اجنبيه، كمان تعرفوا انه مش بالضروره نحن نكون عم نعمل هالشيء اصلا، ممكن كثير يكون لانه الاشخاص ما عندها سرعه، الهوى كثير صعب، قديش العالم بتفكر انه نحن 6 ساعات بالنهار هوا لايف، يعني هيدي كمان بده يمرق امور يمكن بتمنى انه دائما المشاهدين ياخذوا بعين الاعتبار حضور الذهني تبع المذيع او تبع الاشخاص، التراك اللي بيصير، الخوف يلي بيكون قدام رهبه الكاميرا، ممكن كثير ينسي الواحد اسمه صدقيني. فمعلش بس بتشكر كثير على المداخله، واذا في اي سؤال نحن جاهزين. اتصال ثاني. الو. الو بونجور. بونجورين تفضلي. كيفكم؟ صباح الخير. ماشي الحال؟ نعم. الموضوع اللي طارحينه اليوم كثير مهم. نعم. وفعلا شيء كثير بشع انه يقعد الواحد يحكي بلغات، خاصة عم بحكي بمجتمع حدا ثاني مش فاهمه. برافو. صحيح. فعلا. صحيح. شيء كثير بشع، شيء كثير قلة ذوق يعني. وقلت اتيكيت، مثلا عم تحكوا بالاتيكيت. شكرا. صحيح. شكرا لاتصالك. هلا رح نقول شو لازم نعمل بهذه الحاله. بس انا بدي اسال سؤال نادين، هل هي عن جد قله ذوق برايك؟ خليني كمان هون لحتينا ما نكون عم يعني عم نتهم، قله ذوق اذا شخص قاصد هالشيء، اذا شخص مستقصد انه يحكي، ايمتى قله ذوق؟ وقت بيصير في وشوشه، وقت اللي بكون انا وياك قاعدين وفي 5 اشخاص بيناتنا وبحكيكي جمله بس لإلك انت تفهميها. في ناس بيحكوا قدام ناس بالعصفوره او بالارمنه، انا بكون فهمانه ولا كلمه. هلا مثلا الارمني ما فيكي عبلطش امين ديب. انا اليوم ما فيكي كمان تقولي، لانه في لغه امرار، في اشخاص يعني ما بيقدروا يطلعوا منها، يعني هيدي شغله كثير ضروريه ان احنا ننتبه. بس بتنقصد اكيد يعني اذا كانت شخص لبناني مع شخصين ارمن، مع محبتنا يعني من مطلقة. القلب عن جد مطلقة لهم، بس اوقات مش يعني مش كثير مهضومه، يعني انه شخص ما عم يفهم ولا كلمه شو عم تقولي وهو بيتقن لغتك. صحيح. هيدا اللي بدي اقول لك اياه، هون صار في قله ذوق، صار في قله احترام، صار في انه انا غير مرغوب فيي، اذا انتم اثنيناتكم بدكم تحكوا اشياء خاصه فيكم يكون اللقاء بدوني انا. فاذا هيدا الشيء اللي بدي اجرب اقوله، انا اليوم وقت بكون موجوده بمكان انا بقول لك جمله على صوت عالي، على صوت عالي بلغة ما حدا بيفهمها، يعني أنا قاصدة حدا من الموجودين، هيدي فيها قلة ذوق أولا. تاني شغلة، إذا أنا عم بستقصد أني أحكي بلغة لحدا من الموجودين ما يفهم، على الضيف المضيف دغري، إذا كان معنا شخص أجنبي مثلا بجمعة كلنا لبنانيين، المضيف هو مسؤول. أوكي. المضيف مسؤول، يا أنه يعين شخص يقول له رانيا أنا بدي إياكي تهتمي بضيفي، فهي بتصير مش بالضرورة. برجع بقول الترجمة الفورية، بس مثلا نحن هلا عم بيحكوا على هيدا الموضوع، عم بيحكوا على هيك هيك شيء، مثلا عم بيتناقشوا بهيدا الموضوع، هو بيصير إذا عباله يفوت بالحديث بيقدر يدخل بالحديث، لأنه كثير أشخاص، ما نحن جايبين الأشخاص لحتينا نتفاعل نحن وياهم، مش لحتينا نحكي، وقتها بنحكي نحن بنسمع اللي بنعرفه عارفه. بين وقت لما نسمع اراء مختلفه، وهيدا هو الغنى. فاذا في الاشخاص لازم، اذا كان معنا شخص اجنبي او ما بيحكي هذه اللغه، هو اكثر شخص نكون موجهين له الانظار. هلا كمان بصير متعب له، لانه لازم نعرف انه في راحه، يعني مش بالضروره نعمل له مثل يعني
اتاك هجوم لإله بس لحتنا هو يحكي، لانه هون بيصير هو تعبان خصوصا اذا هو لوحده ايه، او يصير الفوكس بالعكس كله عليه بالضبط. فهو شو بيصير الشخص اللي انا عينته او اذا انا كمضيف بعرف انه هو ما بيحكي، برجع بفتح احاديث جانبيه في حال كانوا عم يحكوا على شيء مثلا تنقول خاصه بالوضع العام تبع لبنان الخاص إذا بدك. فهون في كتير أمور هن ما كتير بهمهم، أما إذا عم بحكي عم بينحكى بمواضيع بتهمه للشخص فهون أنا علي أني انتبه لهذا الشيء. هيدا كتير ضروري أعرفه. هلأ في أشخاص كتير أنا إذا كنت شفت أنه في استقصاد لحدا عصوت عالي بقول بدنا نحكي بلغة واحدة، يا إنجليش يا عربي، يعني هيدا لأعرف أنه مثلا يكون في ناس عم تحكي فرنسي لأنه في شخص ما بيعرف. إذا حدا حكي قدامك بهاللغة اللي أنت ما بتفهمي وهو بيفهم أو بيحكي عربي شو منقله؟ لا لحظة لحظة، بحب أعرف عن شو عم بينحكى. أنا دغري بتدخل، حتى إذا كان في أشخاص تنقول لأني أنا عشت بسويسرا وبيحكوا ألماني، حتى إذا كان أنا موجودة وكلهم عم بيحكوا كنت دغري يعني التفت لزوجي قال له عن شو عم بيحكوا بدي أعرف. فهون بتجبري الأشخاص إن هي ترجع تحكي لأختك. هلأ كمان بدي أقول في أشخاص ما بتعرف الإنجليش، يعني أنا التقيت بأشخاص يا حرام كانوا عم بي يعني إذا بدك عم يعملوا كتير مجهود لحتينا يتحدثوا معك، فأنتوا ما كتير تاخدوها على يعني على الموجة الطويلة، وتقدروا إنه في أشخاص كمان مش بالضرورة يكونوا بيعرفوا غير لغة. أنا لقيت حتى بإسبانيا قليل ما تلاقي حدا بيحكي إلا إسباني، فكتير هيدي الأمور لازم ننتبه لها. هلأ كمان بدي أقول أنه يجب علينا لو سمحتوا إذا عندي بس دقيقة بدي أقول هالجملة الكتير مهمة، قبل ما نستعمل أي كلمة أجنبية بلغة أجنبية نتأكد من معناها ونتأكد أنه من المسموح أنه تنقال للأشخاص، لأنه الإحراج يلي ممكن يصدر إذا كان إلنا كلمة ممكن بحرف صغير أو بفويس معين تعطي معنى كومبليتلي تاني. فإذا كنتوا حابين تحكوا كلمة ولو يعني بلغة أجنبية لحتينا تبينوا عن حسن نية، انتقاء الكلمة بشكل كتير صحيح والتأكد من اللفظ الصحيح لهذه الكلمة. وبدي أتشكركم. ميرسي بوكو مدام، شكرا ناديين، رح ناخذ وقفه ومنرجع.